خاريان جامايكا في بوسكورة، عرف حركة غير عادية بحيط ريبات لهم السلطات ديور ديالهم، لأنه البقعة الأرضية كترجع الملكية ديالها حاليا لمؤسسة عقارية كبيرة. أنا دابا 33 عام في عمري، أنا ما محسنش ما مستفد من والو، أنا عندي موحي في المشرى وطرسي في الله ونعيش منه، عندي بنية، من دابا سيدي الله يبو، دابا من دابا أنا صافي مشومر، ما عنديش فين نمشي والو. الغياب ديال ديور استهدف مستغلي الأرض اللي ما عندهم حتى شي وثيقة كتبت أنهم هو الملاك الأصليين لهذه الأرض. واش قال لي عندي أنا سيدي عندي نستغل دابا هنا البلاصة جاتني السلطة المحلية ومجلس البلدي هي جامعة القرويه ديال بوسكورة، هما اللي جابونا لهنا وسكنونا قال لي هذه الأرض هذه راه ديالكم في العهد ديال العربي الوزداني اللي كان عامل في عامة الشق، وجابونا هنا وعبرونا الأرض وسكنونا في هذه القرية السكنية. الجامعة في الناس اللي دار 84 جابونا هنا والإحصاء جا في 2004 والإحصاء اللي جا ماشي ما مفوتش نهاية، وثالثا دابا العمر قالك العمران شرا في 2004 تيقول لنا بلي هاد البلاد راه عرضي بلادي خويا البلاد ديالي. الله يحسن عوان هاد الناس لأنه المشكل مازال كاين، وهاد الدرياب راه تم في إطار الحملة التمشيطية لمحاربة السكن العشوائي.